يعني هو الذي حدث الفلسطينية في قطاع غزة دعت إلى مسيرة جماهيرية إحياء لذكرى حرق المسجد الأقصى، الذكرى 52 لحرق المسجد الأقصى، تم حرقه على يد يهودي متطرف في عام 1969. هذه الذكرى تم إحياؤها على الحدود الشرقية لمدينة غزة، بالتحديد في مخيم ملكة، المخيم الذي أقيم من انطلاق مسيرة العودة في العام 1900 في العام 2019. قبل حوالي سنتين ونصف السنة انطلقت هذه الفعاليات في المناطق الشرقية. كانت ملكة هي عاصمة هذه المظاهرات وهذه المسيرة الكبرى، ثم أعاد الفلسطينيون إحيائها في ذكرى حرق المسجد الأقصى. طبعا توجه آلاف الفلسطينيين للمشاركة في فعالية يوم أمس أو مسيرة يوم أمس لإحياء ذكرى حرق المسجد الأقصى. اندفعت أو تدفق يعني المئات من الشبان الفلسطينيين والفتية الغاضبين باتجاه سياج الأمن الفاصل والذي يسيطر عليه قوات الاحتلال. رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة وبالزجاجات الفارغة. رد جنود الاحتلال بالرصاص الحي والقنابل الغاز وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 41 فلسطينيا بينهم 22 طفلا. من بين الإصابات وصفت إصابات اثنين من المصابين الفلسطينيين بأنها حرجة جدا. طبعا خلال هذه الأحداث كان الجنود الإسرائيليون يشيرون السلاح نحو الشبان الفلسطينيين والفدية. بعض الشبان يعني تمكنوا خلال هذه المواجهات غير المتكافئة، كان الفلسطيني يواجه بالحجر والاحتلال يواجه بالرصاص الحي. ولكن هناك خلال هذه جندي إسرائيلي أصيب أيضا، أليس كذلك؟ أصيب الجندي خلال يعني إطلاقه الرصاص باتجاه الفلسطينيين من فوهة مفتوحة في جدار اسمنتي على في المنطقة الفاصلة بين غزة والأراضي المحتلة عام 48. خلال إطلالته من هذه الفوهة أطلق شاب فلسطيني الرصاص من مسدس في يده، ما أدى إلى إصابة الجندي الإسرائيلي بجراح كما يصفه الإسرائيليون بأنها حرجة جدا. طبعا حاولوا الشبان أن يخطفوا السلاح الرشاش الذي ظهر من الفوهة لكنهم لم يتمكنوا. بعد محاولات عدة لخطف السلاح تمكن الشاب الفلسطيني من إطلاق الرصاص باتجاه الجندي الإسرائيلي. طبعا التحقيقات الإسرائيلية خلصت قبل ساعات قليلة تقول إن الفلسطيني أطلق 3 رصاصات من المسدس. واحدة من الرصاصات الثلاثة أصابت الجندي في رأسه، ما أدى إلى إصابته بجراح حرجة جدا. طبعا بعد هذه ال طيب، رغم هذه التطورات اليوم الحديث يدور عن قيام إسرائيل بفتح معبر كرم أبو سالم. يعني الاحتلال الإسرائيلي لا يزال ينفذ مزيد من التسهيلات تحت ضغط المقاومة، يعني في محاولات إسرائيلية لمنع تدهور الأمور أكثر فأكثر. هم يدركوا في الحكومة الإسرائيلية أن مزيد من التشديدات ومزيد من الوضع العراقيل أمام يعني تسهيل حركة الاستيراد والتصدير إلى غزة والخارج، من غزة إلى الخارج ومن الخارج إلى غزة، فإن الأمور ستتجه نحو مزيد من التصعيد على الأرض. لذلك الحكومة الإسرائيلية والمستويات العسكرية والسياسية المختلفة لدى الاحتلال الإسرائيلي تحاول أن تحتوي الثورات على الأرض، تحاول أن تخفف وتيرة التصعيد، لأن الحكومة الإسرائيلية ليس في ورد التصعيد قبل لقاء بنت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأيام المقبلة. تم تحديد موعد للقاء يعني في الأيام المقبلة. غزة ستكون على طاولة البحث بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنت، لذلك هم لا يريدون يعني قبل اللقاء الإسرائيلي الأمريكي أن يكون هناك تصعيد، يحاولوا أن يحتووا قدر الإمكان إلى ما بعد يعني اللقاء الإسرائيلي الأمريكي الأول بين المسؤول. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من غزة، علي البطة مدير غرفة الأخبار في صحيفة فلسطين.